السلام عليكم، فضلا وليس أمرا أدعوكم للاشتراك في القناة لدعمنا، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. لإنقاذ العام الدراسي هناك قرارات عاجلة مرتقبة من وزارة التربية الوطنية بخصوص إلغاء الفروض وعطلة الربيع، حيث قاموا مفتشو البيداغوجيا للأطوار التعليمية الثلاث بالإضافة إلى أساتذة مكونين برفع وثيقة عاجلة ورسمية إلى وزارة التربية من أجل المطالبة بإلغاء الفروض مع الاحتفاظ بالاختبارات. وقد تم رفع هذه الوثيقة الإجرائية الشاملة والتي توجد حاليا على طاولة وزير التربية السيد عبد الحكيم بالعابد من أجل الفصل فيها والمصادقة عليها رسميا. وبالتالي فإنه من المنتظر الإعلان عن إلغاء الفروض واستبدالها بالتقويمات، بمعنى تقييم الأساتذة للتلاميذ عن طريق تكليفهم بأعمال منزلية وبحوث وغيرها، وكذلك اقتراح تقليص عطلة الربيع إلى أسبوع واحد من 31 مارس إلى 9 من شهر أفريل 2022، بينما اختبارات الفصل الثاني ستكون بتاريخ 20 إلى 24 من شهر مارس، وسينطلق الفصل الثالث بتاريخ 10 أفريل إلى 12 ماي، واختبارات الفصل الثالث ستكون بتاريخ 20 إلى 26 ماي، وبعدها إجراء البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط بدءا من شهر جوان. ابقوا في المتابعة ليصلكم كل ما هو جديد.